صباح الخير أميد، أهلا وسهلا بالأصحاب. اسمعوا، قدامي كتاب عنوانه Genes, Giants, Monsters and Men، اللي هو الجينات، العمالقة، المونسترز، بتعرفوا بعرفش الوحوش، and men والبني آدمين. وعلى غلاف الكتاب صورة جمجمة، بتعرفوا الجماجم اللي كانوا موجودين زمان أيام الفراعنة، بتكون طويل كتير لفوق. المهم، هذا كتاب لواحد اسمه جوزيف فارل، وهذا وصاني جوردان ماكسويل شخصيا انه اقرأ الكتب بتاعته. فعلى سيرة الفيديو، اخر واحد حطيته، شو رأيكم نخش خلص بالكونسبيرسي، نخش بالعرض ونبلش نحكي بهاي الامور؟ اذا حبيتوا الشغلة مش غلط. anyway، الكتاب هو على فكرة ابدا مش شغلات كونسبيرسي، هي كلياتها مبنية على الاركيولوجي ومبنية على علوم الاثار والشغلات هاي، وشغلات كتير كتير حلوة. طيب، حكينا على تنظيف على تنظيف الامعاء، حكينا على تنظيف الكبد، حكينا كيف ننظف البلود ستريم اللي هو الدوره الدمويه، او ننظف الدم بشكل عام ونقوي الدوره الدمويه. حكينا على تنظيف الليمفاتيك سيستم، الجهاز الليمفاوي. المره الجايه رح نحكي على القلب على فكره، اليوم على الستومك. هلا حتبلشوا تلاحظوا انه كثير في شغلات مشتركه، بتذكروا في خلال السلسله، ومش عارف قديش حتمد معانا بصراحه، بس انا بقولكم رح نبلش نعملهم فيديو فيديو، نفس المعلومات هاي حنعملهم فيديو فيديو، لانه بالراديو بندردش كثير، بتعرفوا كيف. ف الستومك، المعده، حتلاحظوا انه خلال السلسله لاحظتوا كيف بكتاب ذا هيربلس شرحت لكم كيف تصنيفات الاعشاب، وكل تصنيف ايش الاعشاب اللي موجوده فيه، وقلت لكم انه كتير الاعشاب وفي كتير شغلات ما بنعرفها، بس الهدف انه نبلش نشوف الشغلات المشتركه. وهلا رح تلاحظوا هاي الشغلات المشتركه كيف واضحه بالنسبه لنا. حتشوفوا كيف في كتير اعشاب متكرره ورح نعتمد عليها بشكل رئيسي، اللي هي عندنا اللوبيليا، عندنا الكيان، عندنا المولن، عندنا السليبري الم، مجموعه اعشاب رئيسيه حتتكرر معنا دائما. لو جبنا هدول الخمس ست اعشاب وكانت موجوده بكل بيت، بشكل عام بنقدر نعمل السيستم تبع جون كريستوفر، اللي هو يمكن احسن سيستم اعشاب موجود، حتى يكون بروتوكول مجنن في علاج الامراض. فهذا شيء بصراحه كتير رهيب، لانه بتعرف احنا كيف حكينا على الاكل، بعدين حكينا على تنظيف الجسم واعضاء الجسم بطرق مختلفه، وبعدين في عندنا مواد للي بيختار يستخدمها مثل الامماس، انا ما بستخدم غيرها طبعا. وجايكم بشغلات على فكره، انا هلا حنبلش نعمل، حبلش افرجيكم ان شاء الله شغلات بالوريد مباشره، للأطباء طبعا، هاي ما حتكون مش للناس، بس حتى انه نفرجي كيف طريقة عملها للأطباء اللي بيختاروا يمشوا في هذا، يعني بيختاروا يمشوا في هذا الطريق. عموما بالنسبة للمعدة، هلا اول شيء اكيد المعدة هي بيت الداء، طبعا هون عم نحكي احنا كلام جون كريستوفر، فالمعدة اكيد هي بيت الداء. الاكل السليم هو اول شيء ممكن نعمله، والمشاكل الرئيسية اللي موجودة عندنا بالمعدة بشكل رئيسي، موجود عندنا الستومك ألسرز اللي هي القرحة اللي موجودة في المعدة، والبليدنج، النزيف اللي ممكن يصير في الأمعاء بسبب المشاكل المزمنة أو نمط الحياة الخاطئ المزمن، بيصير في عندنا بليدنج في الأخير، اللي هي التقرحات سواء كانت بالمعدة أو بالأمعاء، اللي هي بتعمل ألسرايتس كولايتس وبتعمل الكرون ديزيز، وعملنا فيديو خاص في هذا الموضوع. وعندنا شغلة تانية اللي هي ضعف حامض المعدة، كمان كيف ممكن نتعامل معها. فهلأ الستومك ألسرز اللي هي تقرحات المعدة، كيف نتعامل معها؟ هلأ من الشغلات اللي بيستخدمها جون كريستوفر هي الشغلات الهلامية، وفي شغلات شائعة عندنا، أولها عندنا الأوكرا اللي هي البامية. فإذا الواحد بيستخدم البامية بين فترة وفترة، مثلا مرتين بالأسبوع خلينا نقول، مرة ثلاث مرات بالأسبوع، الوجود الهلامي فيها بيساعد كتير في شفاء غشاء المعدة وفي إزالة التقرحات اللي موجودة. في عنا شغلة تانية طبعا بنعرفها، اللي هي الألوفيرا، حكينا عليها كمان بالفيديو وعملنا وصفة سريعة عليها. الألوفيرا الصبار هذا بنقدر نجيبه، ممكن نقشره وناخد المادة الهلامية ونخلطها ونشربها، وممكن أنا هيك بعمل، بجيب الصبار هذا الألوفيرا وبخلطه بالخلاط زي ما هو بالقشر تاعه، بس اللهم بقشر الشوك عن اليمين والشمال اللي موجود فيه بشكل بسيط، وبحطه بقشره بالخلاطة، بخلطه منيح، بعدين برجع بصفيه وبشرب الخليط اللي موجود هذا، اللي هي الخليط الهلامي، لأنه مع التصفية بتضل المادة الهلامية اللي موجودة. وبدنا كمان نزيد فعاليته، منضيف له الكابج جوس اللي هو عصير الملفوف. ببساطة ممكن نعمله بالخلاطة بنفس الطريقة، أو ممكن نجيب عصارة الجزر وبنعصره، بنطلع العصير اللي موجود فيه، بنخلطه بالألوفيرا،
بنشربها مثلا مرة يوميا أو مرتين يوميا، بالإضافة لزي ما حكينا أي شغلات هلامية مثل البامية ممكن تساعدنا كتير على الموضوع. طيب هلا شوفوا هون، برجع مرة تانية، أول الشغلات اللي بذكرها كعلاج للمعدة لما يكون في عندنا قرحة ولما يكون في عندنا نزيف، أول شيء بحكي اللي هو فلفل الكيان. وفي فيديو اليومين هدول حينزل اللي هو عن فلفل الكيان كمان، بلشنا فيهم واحد واحد زي ما حكينا. طبعا أول شيء بقول فلفل الكيان، عن جد بتحكوا يعني عادين إنه الناس هيك بيحكوا يعني إنه أنت عندك تقرح في المعدة وبتقول لي أخذ فلفل الكيان؟ هون بيحكي قصة هو على الموضوع، بقول في بداية دراسته لعلم الأعشاب لما كان لسه في الجامعة، وهو درسه من أكثر من جهة، ففي بداية دراسته لعلم الأعشاب كان واحد من الأطباء اللي كان عم بدرسهم هذا العلم في واحدة من المحاضرات عم بقولهم عن فلفل الكيان انه كيف لازم ياخدوه في حالات تقرحات المعدة. فكان الدكتور عم بيحكي هاي الشغلة، فجون كريستوفر كان لسه طالب صغير طبعا وقتها، انه سأل المعقول فلفل الكيان لانه هذا بيعمل عملية اهتراء في غشاء المعدة. فالدكتور اطلع فيه قال له عن جد من وين جايب المعلومات تاعتك؟ قال له صفن هيك جون كريستوفر، صار يحكي له انا امي حكت لي هاي الشغلة. طلع فيه قال له، صار يقول له انه طب أمك شو درجة علم الأعشاب اللي ما أخذتها؟ سكت هو طبعا وصار يضحك، والكل ضحك إنه فهم إنه أنا عم بحكي معلومة بدون ما يكون في لها أساس. فبعد المحاضرة إجا الدكتور هذا نادال جون كريستوفر، قال له تعال بدي أخذك مشوار معي. وهنا يعني بمدح فيه كتير، بقول شوفوا هذا معلم حقيقي، إنه بعد المحاضرة يعني على حسابه الشخصي وعلى حساب وقته أخذني شخصيا بس حتى يعلمني شغلة كتير مهمة. وشوفوا كيف الأعمال هاي قديش أدت، عمل خير صغير بالطريقة هاي قديش أدى إنه واحد من أهم علماء الأعشاب في التاريخ نقل هاي المعلومة لآلاف مؤلفة من الأشخاص، وشفى كتير من الناس يعني عدد لا يحصى من خلال هاي المعلومات، وعلمه الصدقة الجارية هاي لازالت مستمرة. فإجا هذا الدكتور أخده ركبه بسيارته ولف فيه بالمدينة، قاعد يفرجيه بيوت ناس تغيرت حياتهم بسبب فلفل الكيان. بعدين راح أخده على واحد ببيع الفلفل هذا بالجملة، مستحيل يبيع شوية، لازم يبيع على الأقل يبيع كيلو من الفلفل، وهذا إشي مستحيل يشتروا الناس بشكل شخصي، لازم يباع فقط ل يعني الهول سيرز بسموهم. فالمهم دخل على هذا وخلاه يحكي له القصة، بقول له إحنا أول ما إجينا على هذا المكان كان إنه مستحيل نبيع لبني آدم بشكل شخصي لأن إحنا منبيع بالجملة، هلا صرنا بايعين، خلينا نقول أظن الكلمة اللي حكاها أطنان من الكيان حاليا، صرنا بايعينهم وبشكل شخصي للناس، وإحنا مش فاهمين أصلا إنه كيف إحنا عم نبيع أطنان من هذا الفلفل للناس. بس وبقول أنا شخصيا اللي هو هذا صاحب المحل اللي ببيع بالجملة صار يقول أنا شخصيا مستحيل إنه أخذ الفلفل بالطريقة هاي، بس جيب لي إياهم يعني طنهم عم بيشتروا مش فارق معاي، يعني عم بعمل مصاري من الموضوع. بالعكس انه بقول لك لما دخل عليه راح عبطه، بقول له انه انت يعني جبت لي كتير دخل بس من خلال فلفل الكيان، والناس عم تتغير حياتهم من خلال هذا الاشي. شو اللي عم بيصير؟ كل الناس اللي عندهم تقرحات بالمعدة، اللي عندهم مشاكل بالقلب، اللي عندهم مشاكل بالدورة الدموية، مشاكل بضغط الدم، مع لهم عندهم نزيف اهم اشي هاي الشغلة، عم بيجوا بيشتروا بكميات كبيرة كتير وعم بيستخدموه بشكل يومي. فالمهم اجى هذا الدكتور اخذ جون كريستوفر لففه، فرجاه الناس اللي تغيرت حياته من خلال فلفل الكيان، واثبت له يعني فرجاه الدليل القاطع على الموضوع. وين كنت يا ربي انا؟ اوكي حكينا على الشغلات الهلاميه، حكينا على الكابج جوس، عصير الملفوف، حكينا يعني على الالوفيرا كيف هاي الشغلات بتشفي تقرحات المعده. بعدين زي ما بيحكوا باللغه العاميه راح جون كريستوفر خش بالعرض على الفلفل الكيان، بيقول ما في اشي مثله بيعالج تقرحات المعده، مع انه احنا يعني لما يقول خذ فلفل عشان قرحه المعده ممكن نحكي عن حالنا مجنين، يعني انه كيف انت عم تاخذ هاي الشغله. بيعمل عمليه شفاء سريعه جدا للتقرحات، سواء كانت سواء كانت بالمعده او بالامعاء. بيحكي جون كريستوفر كمان قصه واحد كان في عنده قرحه في المعده لدرجه جدا 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 سيفير، يعني كانت كتير قويه وكانت حياه الانسان هذا مدمره، يعني مش قادر يا خلص مش قادر يعيش. فالزلمه هذا كان انه عم بيحاول خلص وصل لمرحله بده ينتحر مش قادر يعيش، والأطباء والدكاترة يعني المستشفيات والكذا والهيك كله فشل معه، والزلمة خلص عم بتعذب بشكل جدا كبير. فاللي صار في الموضوع مرته كانت عارفة انه هو عم يحاول انه ينتحر، فكل الشغلات اللي ممكن ينتحر من خلالها خبتها وسكرت عليها على اساس انه ما يقدر انه يعمل هاي الشغلة.
يوم من الايام بيحكي القصه انه كانت طالعه من البيت، والزلمه هذا خلص زي ما بيقولوا قبعت معه، بطل قادر يتحمل، فقعد يدور على إشي، ما لقاش غير فلفل الكيان، وكان يكره كتير فلفل الكيان لانه مرته كانت يعني تحاول تعالج بالاعشاب وتحب هاي الشغلات، بس هو كان مش مقتنع فيها ابدا. فمسك فلفل الكيان واخذ كميه كتير كبيره منه عشان كان عم بحاول ينتحر من خلاله. هلا بس اخذ الكميه الكبيره هاي، بقول لك راح هرب على التخت وحط راسه تحت المخده، وانه صار بده يصيح وهيك. بقول لك بس وصل لهاي المرحله ما صحي على حاله غير تاني يوم الصبح، مرته عم بتهز فيه وبتقول له يلا اصحى روح على الشغل، انه هي متفاجئه، بتقول له يعني اول مره بحياتي بشوفك بتنام بالطريقه هاي، ويعني نوم عميق وانت كتير 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 مرتاح بالطريقه هاي. فشو اللي صار بالضبط؟ حكى لها القصة، قالها انه اخذت شرعة كتير كبيرة من فلفل الكيان وصار معي 1 2 3. ف يعني اللي صار انه كمل الموضوع وصار ياخذ فلفل الكيان يوميا وشفي من قرحة المعدة اللي كانت مدمرة حياته بس من خلال هاي الشغلة. هلا هون جون كريستوفر شو بيحكي؟ بيقول اذا كنتوا خايفين، لازلتوا خايفين بعد هذا الكلام انكم تاخذوا فلفل الكيان، شو ممكن تعملوا؟ ممكن تمشوا على هاي الوصفة اللي هي بشكل رئيسي، شوفوا الأعشاب الموجودة فيها: السليبري إلم، الكومفري، المولن، اللوبيليا. يعني بلشت هاي الأعشاب تتكرر معانا، يعني شوفوا السليبري إلم حكينا عنه كتير، الكومفري حكينا عنه كتير، المولن حكينا عنه كتير، واللوبيليا حكينا عنها كتير، وعندنا فلفل الكيان اللي هو نفس الشيء. يعني بلشت تتكرر معانا مجموعة أعشاب، زي ما حكيت لكم ممكن نجيب 5 6 أعشاب تكون موجودة في كل بيت. ومن خلال علم جون كريستوفر، إذا حابين نعالج بعلم الأعشاب ولازم نضيفه للبروتوكول العلاجي، أنا بحكي لكم خلص صار في عنا بروتوكول كامل ب5 6 شغلات. فالوصفة اللي بحكيها بقول منجيب 3 parts، 3 مقادير من السليبري إلم، 3 مقادير من الكومفري، والكومفري إذا كان جذور يمكن بتكون أحسن، ومنجيب كمان 3 مقادير من المولن ومقدار 1 من اللوبيليا. شوفوا كيف اللوبيليا دائما أقل لأنه تنظيفها كتير قوي، وركزوا عليها كتير وشوفوا الفيلم اللي عملته على اللوبيليا. المهم بنخلط هاي المقادير كلياتها مع بعض، بنعمل شاي منها وبنشربه مثلا 2 يوميا. إذا منحب نعمل بدال الشاي نعملها على شكل كبسولات، يعني نطحنها كلياتها بودرة ونعملها على شكل كبسولات، نقدر نعمل هذا الكلام. وساعتها الكبسولة هاي بفضل كتير انه ناخدها مع شاي من الكومفري، لانه شاي الكومفري كمان ما تنسوا انه هو عبارة عن فيه الخاصية الهلامية، والسليبري إلم كمان فيه الخاصية الهلامية، فكتير بيساعدوا في شفاء الامراض اللي هي زي الكرون ديزيز والتقرحات، الالسرايتس كولايتس الى اخره. فالوصفة مرة تانية: 3 مقادير من السليبري إلم، 3 مقادير من كومفري، 3 مقادير من المولن، ومقدار 1 من اللوبيليا. بتنعمل كشاي والواحد بياخده مرة أو 2 يوميا. واحدة تانية من المشاكل اللي ممكن تصير معانا بالمعدة، اللي هي ممكن يكون في عنا الحامض المعدة بيكون قليل. في كتير ناس هلا بلشوا يعالجوا هاي الشغلة بأنهم بياخدوا حمض الهيدروكلوريك على شكل كبسولات، أو بياخدوا حتى في ناس بياخدوا حمض الهيدروكلوريك على شكل مخفف. وين المشكلة بالموضوع؟ انه هذا بيؤدي الى مشوف، ومجرد ما ناخد الشغلة من مصدر خارجي احنا بنعطي الجسم اشارة انه وقف انتاج هاي المادة. من احسن الادلة على هاي الشغلة اللي هي الناس اللي بياخدوا ستيرويدات وتستوستيرون برفع الاثقال، مباشرة شو بيصير عندهم؟ بيوقف انتاج التستوستيرون بالجسم، بيصير في عندهم مشاكل في الجهاز التناسلي، ومش عارف كيف احكيها، بيصير التستيكلز عندهم تصغر، وبيصير في عندهم مشاكل في الجهاز التناسلي، بتبطل تفرز التستوستيرون، وبيصير عندهم مشاكل عقم الى اخره. وعلى فكرة نفس هذا الحكي بيصير عند الناس اللي بياكلوا لحمة بكميات كتير كبيرة، وهاي ينتبهوا عليها لانه هلا في دايتس كتير ضاربة في العالم، وعم بيشدوا عليها على فكرة، عم بينمقوها اعلاميا بشكل جدا كبير، اللي هي الدايتس المعتمدة على اكل اللحوم فقط. هلا اكيد في جانب ايجابي للموضوع، لانه وقفنا السكر والنشويات، ودائما على راس المشكله هي السكر والنشويات. فمجرد ما نوقفها، سواء كنا ماشيين على الاكل النباتي او على الاكل الحيواني، بنلاحظ شغلات ايجابيه. بس اذا وقفتها ومشيت على اكل حيواني، اللي راح الاحظه انه حيصير في خلل في انتاج التستوستيرون في الجسم، مع الوقت بيصير في عقم، ومن المظاهر السريعه اللي بتبين عند الناس اللي هي بيصير في صلع سريع.
لأنه هاي برضو من الإشارات أو الدلالات اللي بتنتج بسبب أخذنا للتستوستيرون بكميات كتير كبيرة من خلال المنتجات الحيوانية. هلأ بتكبر العضلات، هذا شيء أكيد، وبتكبر بسرعة لأني عم باخد تستوستيرون خارجي زيها زي الناس اللي بياخدوا استيرويدات زي ما حكينا، بس إنه إلها أثر سلبي على الأمد البعيد بيبين بعد 10 سنوات تقريباً، ومن ناحية الصلع ممكن يبين بشكل جدا سريع خلال مثلا 2-3 سنين. كنا عم نحكي على حمض الهيدروكلوريك، انه كيف اي اشي باخده من مصدر خارجي بعطي الجسم اشارة انه يبطل ينتج هذا الاشي. البديل اللي كان يعمله جون كريستوفر انه كان يساعد حامض المعدة من خلال انه ياخد خلال اليوم 3 أو 4 مرات، يعني من 3 إلى 5 مرات، كاسة مي فيها معلقة خل تفاح طبيعي طبعا مش مقطر، اللي هو بكون بسموه with the mother، بكون مبين، بكون عكر وفيه الخميرة اللي عملت خل التفاح بتكون لسه عايشة موجودة فيه. هلا جون كريستوفر كان يحط معها كمان معلقة كبيرة من العسل، والعسل دائما إذا بدي أجيبه بجيبه من المنطقة المحيطة فيه، ما بيصير أجيب عسل مثلا جاي من برا أشتريه من الدكانة اللي هو جاي من منطقة خارجية، لأنه العسل لازم يكون معمول قريب مني حتى يكون النحل أصلا أخذ من الأزهار اللي بتطلع في منطقتي حتى أخذ الفائدة الخاصة فيه. فحتى يساعد حامض المعدة كان ياخد معلقة كبيرة من الخل الطبيعي، خل التفاح، ومعلقة من العسل. هلأ أنا عندي مشكلة مع الشغلات اللي فيها سكر، بتعرفوا بخيار الشخصي ما باخد أي إشي فيه سكر، فإذا بدي أعمل هاي الشغلة راح أخذ بس الخل، بس أكيد ما في مشكلة الناس اللي ماشيين بشكل متوازن إنهم يأخذوا العسل، ما في مشكلة. فالمهم معلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من العسل، بكاسة مي بشربها 3-4 مرات يوميا، من 3-5 مرات يوميا، بتساعد حامض المعدة إنه يرجع لمستوياته الطبيعي، وبرضه بتساعد على إعادة بناء غشاء المعدة من خلال هاي الشغلة. والخلطة اللي حكيناها لي السبيريلم والكومفري والمولن واللوبيليا بتساعد كتير كتير على هاي الشغلة. خل التفاح على فكرة بتقدروا تعملوه بسهولة بالبيت، ببساطة بتجيبوا تفاح أورجانيك، بتقطعوا هذا التفاح، متى بتغسلوه طبعا، بتقطعوا هذا التفاح وبتنقعوه بمية، يعني خلينا نقول لتر مية، بتنقعوا القطع هاي اللي من خل التفاح من الليل للصبح، بعدين بتروحوا بتصفوا المية هاي، بتحطوها بمرطبان زجاجي طبعا، وبتكون بتغطوها بقطعة قماش حتى يكون الهواء داخل لها، لأنه دائما عملية التخمير إذا كانت لا هوائية بنتج عنها كحول، وإذا كانت هوائية يعني أنه حاطين بس قطعة قماش بدون ما نسكر المرطبان بنتج عنها خل. هاي طريقة التخمير، إما بنتج عنها إيثانول اللي هو الكحول، أو بنتج عنها أسيتيك أسيد اللي هو الخل. فزي ما حكينا بنقع قطع التفاح هاي بمية، مية نظيفة طبعا، بتكون مية مفلترة ريفيرس أوزموسيس، أو ممكن تجيبوا مية مقطرة طبعا، وبنقع التفاح فيها، بعدين بصفي المية الصبح. ممكن تاخد معاي في البداية وقت، يعني ممكن تاخد خلينا نقول شهر أو شهرين حتى تنشأ الخميرة اللي هي بتشوفه بتشبه خميرة الكمبوتشا، بتنشأ على السطح، بتصير زي الجلدة موجودة على السطح. طبعا هاي الجلدة بتكون هي الخميرة، الخميرة الطبيعية اللي هي طالعة من التفاح. طبعا وقتها بتكون المية صارت عبارة عن خل، فممكن أبلش أستخدمها. ومجرد ما نشأت هاي الخميرة على السطح بتصير عملية التخمير جدا سريعة، فممكن ساعتها ببساطة أنا أصير أعمل عصير تفاح، بعصره طبعا بالطريقة زي على عصارة الجزر، بجيب مجموعة تفاح أورجانيك بعصره على عصارة الجزر، بطلع هذا العصير وبضيفه مثلا بكون خلينا نقول استهلكت المية، مية خل التفاح اللي أنا عملتها بالطريقة اللي حكيتها، وبحط بدالها عصير تفاح طبيعي، بس بترك الخميرة اللي نشأت اللي هي الجلد اللي نشأت على السطح، بتركها بنفس العصير حتى تعمل عملية التخليل. وقتها خلال أقل من أسبوع بيكون عصير التفاح تحول للخل. طبعا الخل كل ما تركته أكتر كل ما صار أحسن، كل ما صار تركيزه أحسن، كل ما صار تخميره أكتر، كل ما صار في عملية البروبايتكس أحسن. يعني بالنهاية هاي طريقة سهلة إنه نعمل خل تفاح بالبيت بدون ما نضطر نشتري من برا. طيب هلا جون كريستوفر أكيد بركز كتير على عملية المضغ 100% حتى يكون الهضم سليم، لأنه في هضم، يعني في امتصاص بتم في المعدة، في امتصاص بتم بالأمعاء، بس كلاهما
كتير مهم الواحد انه يمضغ بشكل جدا منيح، لانه عملية المضغ واللعاب والانزيمات اللي موجودة بالفم أساسية حتى تتم عملية الامتصاص بشكل سليم في سواء كانت في المعدة أو سواء كانت في الأمعاء. هلأ هون بركز كتير كمان على البليدينج، عملية النزيف اللي ممكن تصير بسبب التقرحات سواء كانت بالمعدة أو كانت بالأمعاء. زي ما حكينا من الأشياء الرئيسية اللي كان يستخدمها اللي هي فلفل الكيان، واستخدامه دائما ببساطة بجيب معلقة شاي من فلفل الكيان، بحطه بكاسة مي وبشربه. بوقف غالبا بوقف عملية، يعني عملية النزيف ممكن توقف بشكل فوري، بس في حالة احتاج، يعني يحتاج الموضوع لإشي إضافي، شوفوا هاي الفورميلا الغريبة اللي حاط اللي كان يستعملها. طبعا أو هي يعني هي غريبة لأنه بيستخدم فيها الحليب، بيستخدم هي الفورميلا ببساطة عبارة عن المولن. بجيب المولن بيستخدم حوالي 30 جرام منه، وبحطها ب 500 مل، بسخنها على نار هادية لمدة 5 دقائق مع 500 مل من الحليب. وشوف النقطة في الموضوع، بده بيكون حليب بقري هون، وإذا كان ني رو بكون كتير أفضل. طبعا تجنبوا أكيد الحليب اللي بيجي من المزارع اللي هو بكون مضاف له أنتبايوتكس وهرمونات وشغلات مثل هيك، ولكن إذا اضطريت وغصبا عني يعني جيبوا أنظف شيء ممكن تجيبوه. ودائما هلا في الدكاكين، مش في الدكاكين، في محلات الاورجانيك فود وفي السوبر ماركتس الكبيره اكيد بتلاقوا حليب اورجانيك، ولو انه مغلي باستورايزد، بس انه على الاقل انه بكون اورجانيك ممكن تستخدموه. هلا 30 جرام مع 500 مل من حليب الحليب البقري الاورجانيك قدر الامكان طبعا جيبوه، بتسخنوه على نار هاديه لمده 5 دقائق وبعدين بينشرب. وهاي بيتم شربها بعد كل حركة أمعائي، كل ما أروح على الحمام بشرب هاي الخلطة بعديها مباشرة، لازم تكون مباشرة. في البداية حتكون عملية، حتلاحظ أن الواحد بروح على الحمام كتير، بس بعديها بتخف هاي العملية وبيبلش يخف النزيف شوي شوي، لأنه في البداية حيكون في عنا تنظيف كتير قوي. هلا انتبهوا كيف المولن واللوبيليا، ممكن نستخدم اللوبيليا كمان على فكرة بمقدار كتير بسيط، بنظف الجهاز الليمفاوي، وشوفوا قديش فيه له كتير استخدامات تانية. المهم ليش بستخدم الحليب البقري؟ لأنه الحليب البقري فيه 20 ضعف الكيسين اللي هو بروتين الحليب بسموه، فيه 20 ضعف الكيسين اللي ممكن يمتصه جسم الإنسان. طبعا هذا إذا بشربه أنا بشكل يومي بيعمل لي مصايب. وبتعرفوا بحث كولين كامبل The China Study، يعني بشكل عام بحثه بشكل رئيسي كان على الكيسين اللي هو بروتين الحليب وكيف علاقته بنشوء مرض السرطان بالجسم. هلا هاي خلطة جون كريستوفر أكيد لا ما بيصير أستخدمها بشكل مستمر، بس بستخدمها بشكل مؤقت إذا كان في عندي نزيف كتير قوي مش قادر أسيطر عليه. اللي بيصير إنه الكيسين لأنه 20 ضعف اللي بيقدر يمتصه جسم الإنسان، بتحول كل الباقي لصمغ، وهذا الصمغ بيمسك المولن وبيعمل له عملية التصاق لجدار الأمعاء، وبالتالي بيزيد فعالية المولن حتى انها تضلها ملتصقة بجدار الامعاء وتعمل عملية الشفاء من النزيف اللي عم بيصير. فيعني هي على الاقل لقينا فائدة مناسبة للحليب. اذا كان في نزيف مستمر اول شيء بجربوا الكيان، وغالبا الناس اللي بكون في عندهم نزيف حيلاقوا يعني شفاء مباشر من النزيف باستخدامهم بس لفلفل الكيان. إذا ما زبطت معهم ممكن يجربوا هاي الشغلة، وقبل ما يضيفوا الحليب ممكن كمان يجربوا يشربوا بس شاي المولن لحاله. وإذا بدنا نستخدم اللوبيليا معاه دائما بتكون النسبة 3 مقادير من المولن لمقدار واحد من اللوبيليا. وإذا بدنا نستخدم اللوبيليا دائما انتبهوا في البداية حيكون في عنده تنظيف كتير قوي، ما رح يأذي بس التنظيف كتير قوي. طبعا ما حيأذي بناء على 200 سنة من التجارب وكلمة شخصية من جون كريستوفر إنه حتى بأكبر جرعة ممكنة ما عمروش أذى حدا، بس طبعا التنظيف زي ما حكينا كتير كتير قوي. يعني بالنسبة للأكل طبعا أكيد ما بلزم نوصي إنه الأكل لازم يكون مناسب. بضل جون كريستوفر يركز إنه إذا بدكم أكل ما يعمل مشاكل في جدار الأمعاء، لأنه الأكل يعني لما أكل أكل خاطئ رح يعمل عملية تدخل في جدار الأمعاء، وشوي شوي بيصير عملية احتراق، نشوء غير مناسب للبكتيريا الضارة، ممكن يصير في جرثومة المعدة، ممكن يصير في نشوء للفطريات، الكانديدا هي أكثر شيء شائع يعني. فهو بيضل يقول انه الميوكسليس دايت هي احسن شيء ممكن تمشوا عليه، اللي هو شغل ارنولد اهرت، وفي كتاب على الموضوع يمكن لازم اشرحه بالتفصيل، بس انه
برضو الميوكسلس دايت لأنه مكتوب من 100 سنة، في كتير إضافات إنه رائعة على الموضوع اللي هي من خلال التجارب صارت موجودة، خليها لبعدين لما نعمل شرح للكتاب نمشي عليها. أعشاب إضافية كان يستخدمها كمان اللي هي في عن الأوك بارك، في عن البيبري بارك، في عن الراسبيري ليفز، برضو كان ممكن يستخدمها يعمل منها شاي ويشربها، بتساعد المعدة كتير على عملية الشفاء. بس الشغلات اللي ذكرناها قبل هي الشغلات الرئيسية. برضو برجع بركز كتير على الكيان، بقول الكيان لحاله ممكن يحل كل المشاكل اللي موجودة عندنا. وبتخيل بشكل أساسي غطينا كل الجوانب اللي هي بيحكي فيها على موضوع المعدة. فلاحظوا مجددا شو اللي عملنا لحد الآن من خلال علوم جون كريستوفر، نظفنا الأمعاء، هلا اليوم حكينا على المعدة، نظفنا الكبد، نظفنا الدم، ونظفنا الجهاز الليمفاوي كمان. والمرة الجاية حنحكي على كيف عملية علاج القلب برضو باستخدام السيستم تبع جون كريستوفر. فهلا عم بيصير في عنا أحلى إشي، يعني عم بيصير في عنا سيستم علاجي من خلال تنظيف الأكل، من خلال تنظيف الأعضاء، من خلال الأعشاب بعلم جون كريستوفر. وحنشوف بعدها حندخل في العلوم الثانية، في عنا لسه الأيرفيدا، في عنا الأعشاب الصينية، في عنا الأعشاب العربية طبعا. بدنا نشوف شو أحسن طريقة اللي نمشي فيها بشكل منظم بدون ما يكون في عنا لخبطة، لأنه ما بدنا نمشي بشكل عشوائي، بدنا نمشي من خلال سيستم مجرب تم اختباره بفترة طويلة، نكون عارفين إيش التعارضات اللي ممكن تصير. كل هاي الشغلات جايينها بالحكي بإذن الله.